السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عندنا لكم كيب كيك اللي غنديرو فيه غنحتاجو ليه هذا ما بقيتش حاقله شحال ديال الفرينه. جوج الكيسان ديال الفرينه اللي هما 250 غرام ديال الدقيق فورس. عندنا هنا كاس ديال الزبده اللي ذوبتو، وهذا تقريبا كاس ديال الزبده، نص كاس ديال الحليب، كاس ديال السكر. هنايا 50 غرام ديال اللوز مطحون، غادي نجيب اللوز غكيجيو فنين، جوج البيضات كبار. هاد اللوز هذا كيبقى للتزيين، اللوز افيلي. هذا واحد لافاني من 8 غرام، هذا خميره ديال 11 غرام. غادي نخلطو البيض مع السكر، درنا جوج بيضات كبار وكاس ديال السكر، وغادي نطحنوهم حتى يفيادو ونتلاقاو من بعد. نطحنوهم حتى يفيادو، ها هما دابا كيطحنو مزيان، نتلاقاو من بعد ان شاء الله. بعد ما الخليط ديالنا بياض، ها هو نزيد الزبده وغادي نطحنوه من بعد، ونكبر الحليب ونزيد الخميره مع الدقيق ولافاني، نزيد بعدا لافاني هذا والدقيق نزيدو شويه بشويه، ومن بعد غادا نطحنو ان شاء الله. بسم الله مثلنا، نزيدو الدقيق ديالنا شويه بشويه حتى نشوفو الخليط ديالنا تقال. نتلاقاو معاكم بعد ما نوجدو الخليط. وهذا الخليط ديالنا ملي وجد، انا غنزيد في هذا اللوز لي ناتور، نزيد فيه هذا 50 غرام ديال اللوز لي اللوز اون بودر، لي زاموند اون بودر، وهذا الاخر غنزيد فيه الشوكولا الدراري، وهذا الاخر غنزيد فيه الشوكولا اون بودر، حيت الدراري عزيز عليهم الشوكولا. بحال هكا نشوف ونشوف عيني ميزاني، نشوف نخلط. نخلطو هكايا نشوفوا اللون ديالو ولا الشوكولا، صافي نحبسو. بسم الله حنا كنديرو فيهم، حنا يا سيري نديكوريو فيهم بهذا لي زاموند فيلي، درت فيهم لي زاموند. بعد ما جمعت الخليط قسمته على جوج، واحد درت فيه الشوكولات وواحد خليته هكا درت فيه اللوز، وانا زوقته باللوز فيلي. وحنا مازال نديرو هادو دابا، نحط هذا هنا، نديرو هادو نديرو هكا بسم الله كيما هكا، نبداو نعمرو في هادو. نعمرنا وحيدة، نعمرو ان شاء الله الاخرين، ونديرهم في الفران مسخن على درجة 180 درجة. وهل كيب كيك ديالنا ها هو واجد بالصحة والراحة، كيستحق التجربة. تنتمنى من الله تجربوه. الى الفيديو المقبل ان شاء الله.